أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من شهادة للتاريخ، ونرحب بضيفنا الكريم سيادة اللواء أركان حرب حمدي لبيب أحد أبطال أكتوبر ما قبلها وما بعدها. أهلا بحضرتك سيادة اللواء. أهلا فندم. ونستكمل الحديث عن ملحمة العبور العظيم. كنا تحدثنا في الحلقة السابقة إجمالا عن تحقيق المفاجأة، لكن هذه المفاجأة ربما تكون، يعني هل كان من الممكن أن تحدث أشياء تفشل هذه المفاجأة أو تعرقل تحقيقها؟ تمام يا فندم، سؤال ذكي جدا يا فندم، ويدل على إلمام تام بالموضوع. نعم تفضل. من الجانب الروسي، روسيا يوم 5 أكتوبر طلبت من جميع الرعايا الروس في سوريا ومصر يغادروا الأراضي السورية والمصرية. نعم. أمريكا كان ليها سفينة موجودة عندنا في إحدى القاعدة البحرية، هذه السفينة سفينة مدنية، طلبت أنها تمشي على الشط عشان تعمل عملية تصوير ومسح مساحة جغرافية إلى المناطق اللي موجودة. نعم. هي مش مساحة طبعا، هي طلعت تشوف الوضع بتاع القوات البحرية بتاعتنا إيه. يبقى دي روسيا وأمريكا. إحنا كان في خطأ بسيط، لأن جل من لا يسهو. نعم. ولكن بتوفيق الله تم تداركه تماما. نعم. المشير أحمد إسماعيل رحمه الله اتصل بوزير الدفاع بوزير الطيران المدني وقال له اوقف الطيران يوم 5 و6، مفيش دقيقة، قال له ارجع تاني مشي طيران عادي زي ما هو. دي لو كانت وصلت كانت قلبت الدنيا. الحاجة بقى يا فندم اللي ينطبق عليها قول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم. صدق الله العلي العظيم. أي عمل عسكري إسرائيل بتعمله لازم تجيب واحد من جنرالات الدفاع بتوعها وتنسبه إليه. خط بارليف، شارون، إيريل شارون. فموشي ديان لقى البساط بيتسحب من تحتيه. نعم. فراح مقدم خطة اسمها الحزام الأسود إلى جولدا مائير، وتصدق عليها. إن الخطة دي بتقول إيه يا فندم؟ هنعمل قصف شديد جدا على القوات المصرية وعلى القوات السورية، على أساس يعني هم اللي هيقوموا، مش بهجوم، قصف. نعم. يثبتونا. على أساس ياخدوا جنوب لبنان ويضموا جزء من سوريا، ونعمل حاجة زي خط بالريفة بس على مصغر قوي قدام الأردن عشان نعمل مستعمرات، اسمها الحزام الأسود. وتصدق عليها، وتصدق على انها تتنفذ يوم 8 اكتوبر. انت بتسعى، لكن توفيق الله سبحانه وتعالى، ادي توفيق ربنا. الاربع حاجات دول كانوا يفشلوا. نعم. عائلات علشان تمشي، سفينه علشان ترصد. نعم. احنا نبلغ الطيران المدني وبعدين نلحق لو الكلام. لو كانت فرقت يومين تقصد الحزام الاسود، يعني لو كانت 6. نعم. انت بتشتغل وبتعمل. نعم. ولكن عناية الله. نعم. ده بالنسبة للحاجات اللي كانت ممكن تفشل. نعم. العملية دي. نعم. هناك بطولات كثيرة نريد أن يعني نستمع من سيادة اللواء يعني عن هذه البطولات حتى بأسماء أصحابها، لكن ربما يقول في خاطر الناس، ودائما يعني سؤال يدور حوله اللغط أو الجدل أحيانا، المسؤول عن 67 وإن كان الكثير أو الغالبية العظمى لا تحسبها حربا لأنها كانت بين قوسين مؤامرة على مصر، إلى أي الرأيين وكيف تقيم هذا الجدل سيادة اللواء؟ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. في آخر مؤتمر قال أن مصر كانت مغيببة المعنويات بتاعتها وروح المعنوية بتاعتها لمدة 40 سنة. يعني نعم قبل كده كان نفس الكلام بيتم على مستوى القوات المسلحة، وفي الناحية السياسية وفي الناحية الاقتصادية وفي الناحية الاجتماعية ما كانش فيه هدف قومي. ايه الهدف؟ حتى بنحط هدف قومي كدولة عشان احقق الهدف ده، بعمل خطة استراتيجية تنزل منها خطة تخصصية للرجال السياسة والدبلوماسية، للاقتصاد، للناحية العسكرية، للاجتماع، للإعلام. الكلام ده ما كانش موجود يا فندم. طب انت بدام الكلام ده كله ما كانش موجود هتخطط على ايه؟ هتشتغل ازاي؟
فكانت العملية ماشية عشواء. ولكن الحمد لله بتوفيق الله عمر الجيش المصري ما تهزم هزيمة إلا وطلع منها بانتصار قد الهزيمة 100 مرة. بص نلاقي يا فندم هزيمة 67 دي كانت السبب الرئيسي في انتصارنا في 73. ليه بقى يا فندم؟ احنا اتهزمنا الكرامة الأرض. معلش يا فندم كل الناس بتحب أراضيها وأوطانها. أنا لم أرى شعب بيحب بلده وتراب بلده زينا. دي كانت الناس بتمشي في الشارع يا فندم، كنت ابقى ماشي مثلا لابس البدلة، يا عم هتحرروا سيناء، هو مش بيتريق هو نفسه يبقى مكاني عايز يحرر البلد دي. جبتوا لنا الحرب. احنا صعايده يا فندم، مفلحين. احنا مصريين يا فندم. احنا اللي تردنا الهكسوس والاشوريين والرومان واليونان، احنا اللي تردنا كل دول بالكامل يا فندم. فكانت الروح الوطنيه مش موجوده، وكان اتقان العمل وتقوى الله في العمل مش موجود على مختلف المستويات. وده اعترف به الرئيس عبد الناصر. تمام. حتى هو نفسه حب ان هو يكون كبش في ده وقال انا هقدم، لكن الناس كانت عارفه ان الراجل ده بيعمل بما يرضي الله. وبيقتل نفسه، وما كان زعيم للامه العربيه والمصر يا فندم، واعلن المسؤوليه واعلن التنحي. الله. او نيته التنحي واقال الناس. هي الاقاله يعني ايه يا فندم؟ في استقاله وفي اقاله. استقاله سيادتك تقدم استقالتك. هل نستطيع ان نقول انه من هنا بدات الخطوه الاولى بعد ما اعلن عبد الناصر 100% المسؤوليه والتنحي واقاله 100%. نعم 100%. وكان بيطلع جري يشوف التدريب بتاع العساكر وهو تعبان. بعد ما رفض التنحي من جانب الشعب. اي طلع ثالث يوم يا فندم، ثالث وكان بيتعالج وكان ماشي وراه الدكتور بتاعه. الناس ما تعرفش الكلام ده. عشان مصر. عشان مصر. ربنا يكرمه. وعمل عمل يا فندم رائع للبطولات. لما نيجي عليها نتكلم. طيب لكن مساله المؤامره هل شيء وارد؟ لانه مصر كانت بعد ثورة يوليو وإعلان الجمهورية وما تلاها لم يمر عليها يعني 15 سنة وحدثت حدث عدوان أو هزيمة 67. كان هناك زي ما حضرتك تحدثت كانت الطائرات الأمريكية والقادة والطيارين الأمريكيين هم الذين يشاركون في الحرب. تمام. يعني وهذا الكم الهائل من الأسلحة الذي وصل إلى إسرائيل، هل يؤكد مقولة أنه كانت هناك مؤامرة على محاولة مصر لتحقيق استقلالها وتحررها بشكل فعلي وتقدمها أيضا؟ مصر يا فندم مستهدمة منذ قديم الأزل حتى الآن. وقدر مصر ومصير مصر أنها تدافع مش عن الأمة العربية بس، وعن الشرق الأوسط كله بالكامل يا فندم. مين اللي تصدى للهكسوس يا فندم؟ اللي دخلوا من 1720 قبل الميلاد ل 1570 قبل الميلاد. مين يا فندم اللي تصدى للصليبيين والصليب منهم براء؟ براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ده انا يكفيني ان المرحوم الاب شنودة قال وهو شاعر بجانب انه رجل دين عظيم. جعلتك يا مصر في مهجتي، واهواك يا مصر عمق الهوى، اذا ما عطشت للحب يوما بحبك يا مصر قلبي ارتوى. لا يا فندم، لا لا، دي مصر دي فيها وحدة وطنية مش موجودة في حتة في العالم يا فندم. اطلاقا. فمصر يا فندم طول عمرها بتدافع عن الشرق الاوسط. مين اللي صد التتار اللي دمروا المنطقة العربية بالعراق بكله ورموا في دجلة دجلة بقى احمر ما كانش مية؟ مين اللي دافع عن الكلام ده؟ طرد هزم الصليبيين، هزم التتار، وبعدين يا فندم بعد كده عمل ايه؟ الحمد لله رب العالمين، تصدى للحملة الفرنسية. تصدى للإنجليز، طرد الإنجليز. جت دخل حرب 48. بدأ هو 48 عشان لما جت ثورة 52 قالوا له تعالى بقى، أنت رايح بتدمر في إسرائيل ورايح تعاون الجزائر عشان تاخد استقلالها وداخل على الدول الأفريقية استقلال، الله ما تخليك في مكانك. ابتدت بقى مش مصر بس المستهدفة، ورئيس مصر المستهدف. لأنه راجل وطني، الله حماه الله. ربما
ربما يجوز عقد مقارنة بين ما حدث آنذاك وما حدث بعد ثورة 30 يونيو، وهبت الشعب من أجل إحداث بلبلة واضطراب أيضا. الله ينور يا فندم. الجيش المصري يا فندم عشان أولادي وبناتي يعرفوا، لأن دول اللي هيسلموا الراية. أنا بقول لهم كأب وكجد، اقروا كتاب جمال حمدان شخصية مصر الجزء الثاني. نعم. كاتب ايه؟ مصر ليس لديها جيش على مر الزمان، مصر الشعب المحارب. يعني ايه الشعب المحارب؟ انا ما عنديش مرتزقة، احنا من رحم الامة. انا اخوك، ابن عمك، خالك، عمك، ابن خالتك، هو ده اقضي فترة طويلة واخرج. الضابط قريب ده وقريب ده وقريب ده وقريب ده. مفيش مرتزقة عندنا. دي حاجة. الحاجة التانية ان الشعب، ان الجيش لا ينفذ الا مطالب الشعب ولا يعبر الا عنه. عرابي لما طلع عمل مطالب الشعب، مصطفى كامل، محمد فريد، عبد الناصر نفذ مطالب الشعب، السيسي نفذ مطالب الشعب. اذا كانت اي ثورة قبل كده، انا مش بدافع عن السيسي ولا بدافع عن حد، انا بدافع عن الحق. نعم. هذا الرجل يا فندم انقذ الشرق الاوسط. نعم. بالكامل. لان سيادتك تعلم كويس جدا، اذا كانت مصر اللي هي قالت عليها هيلاري كلينتون تورته، تورته بتاعتنا وقعت، كنا هنروح فين 90 مليون؟ نعم. طب سوريا احنا جبناهم واحنا في عز ازمتنا واستقبلناهم بالاحضان وبقاعدين معانا. لبنان، العراق، اليمن، السودان، الصومال، ليبيا، ناقص ايه؟ شالوا قلده، جابوا شهيد. نعم. الراجل ده يا فندم وقوات المسلحه والجيش المصري اللي هو اولاد مصر. اقسم بالله الذي لا اله الا هو. نعم. مش عشان انا ضابط، انا عشان انا مصري. نعم. انقذونا، انقذوني انا، انقذوا سيادتك. نعم. وامهاتنا وازواجنا. سيادتك شفت اللي كان بيحصل؟ نعم. لا ده 52 ما حصلش فيها حاجه. لا، انما 30 يونيو دي كانت الرؤوس كلها فوق الاكف. فوق الاكف كلها. وسيادتك شفت يا فندم. نعم. اللي عملوه. لا، القوات المسلحة المصرية والقيادة السياسية المصرية والعسكرية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذت مصر والمنطقة العربية. سوريا بيحصل فيها إيه دلوقتي يا فندم؟ نعم. ده كان في دول عربية عايزة سوريا تفضل زي ما هي. قطر بيحصل فيها إيه دلوقتي؟ هو كان حد قادر على قطر بقاله 15 20 سنة؟ درست، تعملها تقدير موقف. نعم. تعملها تقدير موقف وتحجمت وقال لها انا مش عايز منك الا انك تحبي اخواتك، احنا اخواتك. ولما جه رئيس قطر هنا، رئيس السيسي عمل ايه؟ خد وحط السلام اللي بيدعو ليه الاسلام، اللي ده عليه سيدنا المسيح، الله محبه. ده الرئيس السيسي. نعم. ودي القوات المسلحه اللي دفعت عن مصر وعن الدول العربيه، وباذن الله كل الدول العربيه ترجع. وادي ليبيا نفس الكلام. ومصر دائما لا تنسى كما ذكرت حضرتك قادتها العظام. تمام. يعني من قبل يوليو ومرورا بيوليو ومحمد نجيب وعبد الناصر والسادات. قاعدة محمد نجيب اللي اتعملت. نعم. في وفاء اكتر من كده يا فندم. قاعدة محمد نجيب اللي اتعملت. لا ينسى المصريون قادتهم الوطنيين. طيب سيادة اللواء، يعني تحدثت اجمالا عن بطولات، ولكن سواء حضرتك من خلال قيادتك في المدفعية أو في غيرها من خلال هذا التنسيق والتآلف بين القوات المختلفة، حدثنا بشيء من التفصيل عن أبرز ما علق في ذهن سيادتك من بطولات شارك فيها يعني إخوانك من رجال القوات المسلحة، من قضى نحبه ومن يعني ومن بقى. بقي حتى ذاق طعم الانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهيد من مات دون عرضه أو ماله أو دم. شهداء مصر كانوا عسكريين ومدنيين. شهداء مصر كانوا فلاحين وصعيدة وبدو. الحاجات اللي بتطلع على اليوتيوب ويقولوا بدو سينا، طب تعالوا بقى يا أولادي وبناتي أقول لكم مين هم بدو سينا. رئيس عبد الناصر الله يرحمه
فعام 69 عمل حاجة اسمها منظمة سيناء العربية. نعم. سنة 69 دخل فيها بدو سيناء وكان بيقودهم الشيخ سالم الهرش. 69 جه موشى ديان وعمل مؤتمر في سيناء وقال هنعلن تدويل سيناء، وجاب سالم الهرش قال له أرفض تدويل سيناء، سيناء مصرية وستظل مصرية إلى الأبد. ووقع تحت الاحتلال. تاني حاجة خرج منها أبطال، عملوا إيه يا فندم؟ أول حاجة عملوها كانوا بيعملوا عمليات استطلاع وسموهم عيون الصقر. إذا زقت مرس عين كانوا بيستطلعوا تحركات العدو ويبلغوها لنا. مين؟ النمر الأسود ده من بدو إسرائيل سمينه النمر الأسود. النمر الأسود ده استطلع قوات العدو كلها بالكامل وبلغها إلى الجانب المصري. عشان يبلغها بقى يعبر القناة. إزاي يعبروا؟ من خط بارليف. شوف سيادتك بقى. ويبلغ الناس. ويبلغنا. طيب قاموا بعملية إغاثة الجرحى اللي من 67 بعد 67 الجرحى اللي كانوا موجودين والشاردين خدوهم عندهم وداووهم وأكلوهم وشربوهم وعملوا لهم بطاقات بدو. في أكتر من كده. نيجي للبطولات اللي احنا ذكرناها بقى في فترة الدفاع النشط اللي هي معركة راس العش والطيران اللي انضرب في موقع اسمها كبريت في 73. نعم. موقعة كبريت دي دخلت كتيبة صعقة، كتيبة 603 صعقة. نعم. بقيادة الشهيد إبراهيم عبد التواب. نعم. كبريت دي كانت نقطة قوية في سيناء بتتحكم في طرق طولية وعرضية. نعم. ولقت القوات المسلحة ان بدأ بعض قوات العدو بتتجمع وراها دي اثناء حرب اكتوبر. عشان تخش عن طريق النقطة القوية دي، لو دخلت وعبرت القناة يا فندم النقطة دي كانت في مواجهة الفاصل ما بين الجيش الثاني والجيش الثالث. نعم. تقدر بقى تخش من الجيش الثالث من ورا وتخش على السويس. نعم. الكتيبة كتيبة قوات خاصة. نعم. ما معاش بقى لا مدرعات ولا دبابات ولا اي حاجه. نعم. عملت ايه يا فندم؟ دخلوا عليها عمل راح بعد ما خدوا النقطه القويه. نعم. اليهود اللي فيها، مش عايزين نقول يهود لان دي ديانه، الاسرائيليين اللي فيها لان دي جنسيه. نعم. غير الصهيونيه ده مذهب. نعم. جريوا اثرهم وداهم الناحيه الثانيه. طيب انت قعدت كتبتك هنا عمل ايه؟ عمل 10 حقول ألغام. نعم. حقل في حقل مضاد للأفراد ومضاد للدبابات. دخلت عليه كتيبة الدبابات. نعم. قبل ما تخش عمل نفس الكلام اللي حصل في راس العش، مدفعية بتضرب فوق دماغه والطيران بيضرب طول الوقت. سمهدناه. خش يا قوات، اتدمرت نص كتيبة الدبابات والدعم اللي موجود معاه من المشاة الميكانيكي. رجعت ضربوا بالمدفعية تاني وبالقصر دخلوا حصل فيهم خسائر ما هاجموش تاني. نعم. قعدت النقطة دي 134 يوم لغاية 20/2/74 فك الاشتباك. نعم. موجود. ولكن استشهد الشهيد المقدم قائد الكتيبة إبراهيم عبد التواب. نعم. شوف سيادتك بقى، انت اكبرت العدو يعمل حاجة ما حصلتش في الدنيا. في اليوم ده اليهود عرفوا انه مات. ما طلعتش طلقه من الجانب الاسرائيلي. ليه؟ مش عشان المصريين. عشان دي بطوله. دي بطوله. وهقول لسيادتك موقف تاني اكتر. طيب نيجي بقى لبطولات الافراد. فردي. نعم. شوف الجنود. عبد العاطي واحنا عارفينه 27 دبابه. نعم. عبد المجيد عبد التواب منسي دمر بالدبابة بتاعته 12 دبابة. نعم. ثم نخش على الملحق العسكري السفير بتاعنا في ألمانيا عام 83. في ألمانيا عام 83. نعم. بعد الحرب بعشر سنين رجل أعمال يهودي كبير طلب يقابل السفير المصري. نعم. فافتكر إن في حاجة سياسية يعني. دخل يقابله، جاب له حاجات كده، قال له اتفضل. قال له ايه؟ قال له احكي لك الحكايه. انا كنت ضمن كتيبه مظلات. في عندكم موقع، الموقع ده
كان في افراد من عندكم مشاه وساقه ماتوا استشهدوا كلهم ما عدا اثنين، واحد مات كان متاثر فضل واحد. الراجل ده اسمه سيد زكي. هذا السيد زكي اسرائيل اطلقت عليه اسد سيناء. دخلت عليه سريه دبابات 11 دبابه على واحد، دمرها، دمر سبعه جريوا الاربعه. دخلت عليه سيد مشام كليك سريه دبابات دمر، نزلوا له سريه صعقه طاح فيها، نزلوا له مصري، ما بقولش جندي، انا بقول للشباب نعم مصري اخوك ابن عمك خالك، اوعى حد يخليك يعصيك على اخوك وابوك. الجيش المصري هو انت، زي ما قلت لك جمال حمدان، جمال حمدان قال الجيش المحارب الشعب المحارب، انت بكره اللي هتشيل الرايه وهتقف في الموقف ده. اكبر الراجل ده قال له انا اللي لفيت من ورا واغتلته، وبعد ما اغتلته انا ندمت، ده المتاع بتاعه. طيب نيجي للصف الضباط، اول رقيب مشاه طالع على الساتر الترابي وحط العلم، فضل ماسك في العلم وبيكلم الارض، قائد بتاعه يقول له يلا، اسمه محمد مسعد حسين، اسم محمد حسين مسعد، نعم يلا يا محمد، يقول له دي واحده يا فندم انا جيت لكم، بيكلم الارض. ما هو ده المصري. اه والله، اه والله يا شباب، هو ده انت، هو ده انت اللي هتخلفي وتجيبي واحد زي ده، هو دي انت الام اللي هتجيبي واحد زي ده. كان هناك من يحرص على انه ياتي ببعض من تربه سيناء، يقول انه والدته حملته امانه انه ياتي. أيوة بعض يجيب منها. نعم. الركيب شوقت قليني وهو بيعبر خط بريف، ده فندم مش خط زي ما الناس فاكره، نعم دي منطقه، نعم من 5 لـ 8 كيلو، ساتر ترابي بارتفاع 17 متر كله الغام مضادة للدبابات ومضادة للأفراد، وفي مزاغل يعني فتحات كده طالع منها يا دوبك الرشاش، يعني الفرد اللي وراها مش باين. تمام يا فندم؟ عشان أي حد يعبر الدرب. فالرشاش ده كان فاتح موت 7 أو 8 من زمايله، رمى نفسه على الرشاش بقى منخل الوحدة الوطنية. نعم. ما عندناش حاجة اسمها فتنة طائفية. نعم. شوكة قليني. نعم. طيب نيجي نتكلم على الضباط. ابراهيم الضباط الصغيرين اللي ماتوا، مش نعم. الكبار، الكبار ورا. نعم. طب تعال نشوف. الملازم اول معتز الشرقاوي. نعم. اللي اصطاد وقتل قائد المنطقة الجنوبية الإسرائيلية. نعم. طب وصل له ازاي؟ عشان شوف الربط التكرار، ملازم اول قتل جنرال، قتله ازاي؟ يبقى وصل له ازاي؟ نعم. وايه الحاجات الموانع اللي شافها من الافراد والضرب لغايه ما يصل القائد ويموته. المقدم باقي زكي يوسف. نعم. المسيحي المصري الاصيل. نعم. اللي هو قدر يا فندم في حلقه سيادتك يعمل مدافع المياه. سياده اللواء معتز الشرقاوي برضه شرفنا في حلقه اخرى. نعم. الحمد لله. نعم. بعد كده فندم في الشهيد ابراهيم الرفاعي. اسطوره القوات المسرح، القوات المسلحه المصريه، موسوعه جنز للصاعقه. نعم. وعملت خطه سته الكفايه اللي اتعمل في ايلات. نعم. انا مش مش هقول حاجه ثانيه. طب سموها 39 ليه؟ لانها عملت 39 عمليه. عمليات الصاعقه والمجموعه بتاعته مش انه بيضرب بالنار. لا يا فندم، ده عمل حاجات في 56. 56 دمر مخازن الذخيره، دمر دبابات لاسرائيل للقوات المحتله. نعم. والاسرائيل. الراجل ده استشهد بعد كده، بس استشهد في سينا في احدى العمليات. نعم. العدو اكتشفه فقال له خطوه ارجعوا ورا شويه اعملوا هنا، وفضل هو قاعد قدام يستطلع ويبلغ. نعم. نزلت عليه حوالي 100 120 دانه. الدانه الواحده يا فندم منطقه قتل 100 متر. شوف ال 120 دانه يعملوا ايه. نائب رئيس المهندسين العسكريين اللواء احمد حمدي. نعم. يجد احد الكباري وقائد قوه الكباري، يجد احد الكباري اتقطع من قذيفه،
ينزل مع الناس بتوعه. لا يا فندم سيادتك ما تنزلش، احنا هننزل ابدا انا معاكم. ما فيش حاجه اسمها قائد مصري، ما فيش حاجه اسمها جندي في مصري اصيل. الشعب المحارب اللي قال عليه جمال حمدان، نعم، واستشهد. نعم. طب في علم كده؟ فريق اول عبد المنعم رياض. نعم. على خط الجبهة الأمامي. نعم. يعني شايف اليهود واليهود شايفينه. في أكتر من كده تلاصق ما بين القائد وبين الجندي، علشان اليوتيوب اللي كان طلعته قناة إياها. نعم. الخنزيرة لما طلعت الجيش المصري قال بنجيب العسكري ونقول له ورمش لي البيادة اطبخ لي مش عارفة إيه، كان ده ما بيحصلش يا فندم. وسيادتك كنت في القوات المسلحة زمان، وسيادتك شفت القوات المسلحة شكلها ايه؟ أقسم بالله أي واحد بيخدم في القوات المسلحة جندي أو ظابط، الظابط ده عمله جندي. نعم. ده وسام على سطره. إبراهيم العرابي مثلا. الله ينور عليك. نعم. الله ينور عليك. حدثنا عن شخصية إبراهيم العرابي سيادة الأول. ده كان قاضي الفرقة بتاعتي. نعم. فرقة 21 مدرعة. نعم. الراجل ده لما صدرت أوامر التطوير يوم 13 وتعدلت إلى يوم 14 صباح 14. نعم. وقف بنفسه قدام الفرقة، فرقة 3 لواءات مدرعة ولواء مشاة ميكانيكي. نعم. ومعها المدفعية بتاعت يعني تملى ميدان التحرير 3 مرات، وخاطب فيهم. ده يومكم يا مصريين. ناس بكت. قام بالتطوير وهو يعلم ان اسرائيل جالها 3 امثال الدعم اللي هي خسرته في 5 6 ايام الاولانية. نعم. زي ما قلت لسيادتك الطيارات كانت بتنزل تجيب دبابات لسه ما مشيتش 5 6 كيلو بالمدافع، جابوا قنابل اسمها قنابل سبارت. نعم. القنبلة تعمل ايه يا فندم؟ تنزل القنبلة تنفجر ما بتعملش حاجة. يطلع منها حوالي 60 70 قنبلة صغيرة. نعم. قنبلة دي تنفجر يطلع منها 80 شظية. نعم. شوف سيادتك الدم الواحدة فيها كم شظية. كان امتى تقريبا ست لو؟ الكلام ده يا فندم كان يوم 13 و14. 13 و14. أول ما بدأنا التطوير. نعم. وكان بقى أمريكا بعتت لهم أحدث الأسلحة المضادة للدبابات. نعم. كصواريخ. وعملوا بيها ستاير. ستاير يعني إيه يا فندم؟ أنا عارف سيادتك هتيجي من الناحية دي. أروح جاي الناحية دي كده في حتة مختفية. وعامل ايه؟ اسلحه مضاده للدبابات. ما اللي هيجم دبابات لان مش بيجي وراها. نعم. تمام يا فندم؟ والدبابات داخله دب 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 دب. ومع القوه الغاشمه اللي احنا قابلناها في التطوير الا ان كان التطوير مهم. نعم. ليه يا فندم؟